بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الأعزاء المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع التلاوة على قناتكم قناة الناس، والتي تقدم كل ما ينفع الناس. واليوم بمشيئة الله نكمل ما بدأناه من سورة المرسلات من الآية 29 إلى الآية 37. نقرأ على حضراتكم الآيات ونبين بعض ما فيها أو بعض ما ورد ما فيها من أحكام وأحاديث صحيحة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. صدق الله العظيم. الآيات من سورة المرسلات كما في شريف علمكم ورد فيها حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن النار قد اشتكت إلى ربها، قالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها أن تتنفس نفسين، نفس في الصيف وهو ما نراه من شدة الحر، ونفس في الشتاء وهو ما نراه من شدة الزمهرير والبرد. ولكن ماذا عن الحر الذي نحن فيه الآن؟ هل هو نفس جهنم؟ وهل الحديث صحيح؟ نعم، الحديث ورد في البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. معنا الحاجة سعاد الأول ونكمل ما بدأناه إن شاء الله. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. في إخفاء شفوي لو يعني نحافظ عليه برضو. تم به غنة هنا. أيوة. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. أيوة تمام. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. ذي ثلاث شعب. أيوة. لا ظليل ولا يغني من اللهب. من اللهب. لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون
ولا يؤذن لهم يعتذرون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون بارك الله ويل فيك. يومئذ للمكذبين. شرح الله صدرك، صدق وخلي الله بالك العظيم. من ولا يؤذن لهم، النون عليها ضمة ما فيش بعدها واو. بارك الله فيك. معنا إسراء، تفضلي يا إسراء. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. ما شاء الله يا إسراء، قراءة طيبة، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. معانا عزيزة. ايوه اتفضلي يا حاجة عزيزة. ثانية واحدة. أهلا مهلا. وش المروحة دي؟ طيب لسه معانا الحاجة عزيزة. طيب ترى ما هو اليوم الذي فيه لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون؟ إنه يوم القيامة. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من هذا اليوم ومن حرارة هذا اليوم، حيث تدنو الشمس من الرؤوس ولا ظل إلا ظل عرش الرحمن يوم القيامة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ونسأل الله أن نكون من هؤلاء السبعة إن شاء الله. حاولي تتصلي بنا يا حاجة عزيزة مرة أخرى. معنا الأستاذة أحلام. طيب معنا محمد وسارة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. بارك الله فيك يا محمد. معنا سارة، تفضلي يا سارة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. ما شاء الله يا سارة، ما شاء الله، ربنا يبارك فيك ويبارك في من يقوم على تحفيظك القرآن. معانا معتصم ومود أيضا، تفضل يا معتصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها
يرمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ما شاء الله. يومئذ للمكذبين. بارك الله فيك معتصم، عايزين نسمع مودة كمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. الله. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، ما شاء الله، لا ظليل ولا يغني من اللهب، ما شاء الله، إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر. يومئذ ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. الله يا مودة. ويل يومئذ للمكذبين. الله يا مودة، ما شاء الله يا مودة، بارك الله فيك يا مودة، قراءة طيبة، وبعدين حتى القلقلة باينة في القراءة بتاعتك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحاجة عدلية معانا، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالات صفر. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا يا حاجة عدلية، جزاك الله خيرا أيضا على حرصك على الاتصال في كل مرة والقراءة معنا، جزاك الله كل خير. معنا زينب وسحر، تفضل يا زينب. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون. مفيش تنوين يا زينب، يا زينب مفيش تنوين، هذا يوم لا ينطقون. هذا يوم لا، لا هذا يوم. يوم لا ينطقون، ولا يؤذن، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. بارك الله فيك يا زينب، ما شاء الله. معانا سحر كمان، يلا يا سحر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا يا استاذ سحر، اتفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. بارك الله فيك يا أستاذة سحر، ويريد تهتمي شوية بالأحكام، يعني ما نقولش انطلقوا كده على طول،
لا نقول انطلقوا الى، انطلقوا لانه ده اخفاء. جزاك الله خيرا. معانا سهير اتفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا استاذه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر كالقصر. ممكن نفخم الراء شويه ونقول ترمي. انها ترمي، انها ترمي بشرر. أيوة. كالقصر. ايوه. كأنه جمالات صفر. جمالة صفر. كأنه جمالات صفر. لا مش جمالات، جمالة صفر. كأنه جمالة صفر. نعم. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون. ولا يؤذون لهم فيعتذرون. ولا يؤذن لهم. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. بارك الله فيك يا أستاذ سهير ونفع الله بك. معنا عبد الحي تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر، إنها ترمي بشرر قلقص كأنه جمالات صفر. جمالة صفر. كأنه جمالات صفر. مفيش ألف لام، يعني مفيش بعد اللام ألف عشان نقول جمالات، لكن هي جمالة صفر. كأنه جمالات صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. احنا بنشكرك يا استاذ عبد الحي على هذه التلاوه وهذه المشاركه الطيبه. اهتم شويه ببعض الاحكام. انت ما شاء الله ذكرت يعني احكام كثيره، لكن برضو فاتتك بعض الاحكام. انت لو اتفرجت بعد كده على الحلقه هتعرف الاحكام اللي انت جبتها كويس والاحكام اللي انت فرطت فيها. احنا مش عايزين حد يفرط في اي حكم من الاحكام. ربنا يجازيكم خير ويجعلنا واياكم من اهل القران. معانا عبد الله اتفضل. يا عبد الله. أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من لهب. لا ظليل ولا يغني. لا ظليل ولا يغني من لهب. من اللهب. من اللهب. إنما إنها ترمي بشرر كالقصر كأنها جملات صفر. كأنه. كأنه جملات صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون. ولا يؤذن له فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. برضه احنا بنشكرك يا عبد الله جزاك الله خير على هذه المشاركة، لكن خلي بالك من الأحكام والتلاوة. ربنا يجازيك خير وربنا يجعلنا وإياك من أهل القرآن. معانا صفاء اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أستاذة. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. من اللهب. ولا يغني من اللهب. إنها ترمي بشرا كالقصر. بشرر كالقصر.
بشرر قلقص. نعم. كأنه جمالة صفر. أيوة. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. بارك الله فيك يا أستاذة صفاء، وخلي بالك من بعض الأحكام برضو، ولا يؤذن لهم، مفيش ولا يؤذن لهم، ولا يؤذن، لا ولا يؤذن لهم فيعتذرون. معنا منى، تفضلي يا منى. السلام عليكم. تفضلي يا أستاذة منى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقص، كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. بارك الله فيك يا منى، جزاك الله خيرا، وجزى الله كل الذين شاركونا في هذا الوقت وشاركونا بالتلاوة الطيبة، وربنا يبارك في اللي اتصلوا بينا والخط قطع معاهم برضو، يحاولوا يتصلوا مرة تانية. فاصل قصير ثم نعاود معكم، فكونوا معنا. الحمد لله، وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله. عدنا إليكم السادة المشاهدين الكرام، أهل القرآن الكريم، والتلاوة كما استمعنا في الفاصل الأول من آيات من سورة المرسلات، من قوله تعالى: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ما كنتم بتكذبوا بإيه؟ أهو قدامكم الواقع، أهو الواقع قدامكم، اهو انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون. معنا بس الاول اسماء من الاسماعيليه، تفضلي يا اسماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمال كفر. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. بارك الله فيك يا أستاذة أسماء، جزاك الله خيرا. معنا إيمان من القاهرة، تفضلي يا إيمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظلال ولا يغني من اللهب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر.
ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ويل يومئذ للمكذبين. بارك الله فيك يا إيمان، وخلي بالك بعد كده من بعض الأحكام اجتهدي عليها شوية وهتبقى زي الفل إن شاء الله. جزاك الله خيرا. معنا حبيبة من سوهاج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. أقرأ يا شيخ؟ اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب. حبيبة حبيبة نعم. سوهاج مع نعم الله عليك، ربنا يكرمك وينعم عليك بالتلاوة الطيبة. ممكن تقولي ورايا؟ ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا يومئذ. لا لا حبيبة ركزي معايا شوية. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. ذي ثلاث شعب. ذي ثلاث شعب. ثلاثي ثلاثي. ثلاثي. أيوة ثلاث شعب. ثلاث شعب. لا ظليل ولا يغني من اللهب. لا ظليل ولا يغني من اللهب. إنها ترمي بشرر كالقصر. إنها ترمي بشرر كالقصر. كأنه جمالة صفر. كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون. هذا يوم لا ينطقون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. شكرا يا حبيبة ليك وشكرا لسوهاج. معنا حبيبة من الأيوبية، تفضلي يا حبيبة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. ما أنت كنت ماشية صح الأول. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب. إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنها جمالة. كأنه ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون. هذا يوم لا ينطقون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. حبيبة القليوبية بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. معنا سهام من القاهرة، تفضلي يا سهام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. جزاك الله خيرا أستاذة سهام، قراءة طيبة، أحسن قراءة النهاردة سمعناها ما شاء الله. معنا عفاف من القليوبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أستاذ عفاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون. من غير تنوين يا حاجة، من غير تنوين. هذا يوم، هذا يوم لا ينطقون. انت كده بتنوين اليوم، بتقول يوم، هي يوم على طول من غير يوم. هذا يوم لا ينطقون. طيب قوليها معايا كده، هذا يوم لا ينطقون. هذا يوم لا ينطقون. أيوة ولا يؤذن لهم. نعم. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل ويل يومئذ للمكذبين. حج عفاف بارك الله فيك وبارك الله في أهل القرآن جميعا. معانا سامية من القاهرة، تفضلي. معانا سامية. أيوة السلام عليكم. تفضلي يا أستاذة سامية، تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. ما شاء الله قراءة طيبة يا أستاذة سامية، بارك الله فيك وجعله الله في ميزان حسناتك. معنا نجلاء من الجيزة، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. ها
هذا يوم، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. قراءة طيبة يا أستاذ نجلاء، جزاك الله خيرا. معنا إبراهيم القليوبية، تفضل يا إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. والإخفاء شافوا فين يا إبراهيم؟ انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. مدغم بغنة. هذا يوم لا ينطقون. يا إبراهيم أنت بتقرأ كويس، أنت بتقرأ حلو، بس ليه بتفوت بعض الأحكام السهلة جدا؟ يعني الإدغام بغنة ما تفوتوش، أنت بتقرأ قراءة طيبة، كمل القراءة الطيبة دي للآخر. طب قول لي سيادتك أقول إيه فيها؟ ويل يومئذ للمكذبين، ويل، ده إدغام بغنة سهل. ويل يومئذ، ويل، ويل يومئذ. أيوة كده. للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. بارك الله فيك يا إبراهيم، جزاك الله خيرا على هذه التلاوة. معنا محمد وجانا من القاهرة، تفضل يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. بارك الله فيك يا محمد. معانا جنى، تفضلي يا جنى. الو، اتفضلي يا جنى. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. ما شاء الله. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر. ما شاء الله. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. ما شاء الله يا جنى، قراءة طيبة وأحكام طيبة كمان. يعني أنت سنك صغير، أصغر من محمد، بس ما فوتتش حاجة. الإخفاء الشفوي جبتيه، والإدغام بغنة جبتيه، كل حاجة جبتيها. بارك الله فيكم جميعا يا أهل القرآن. معانا معاذ من بني سويف، تفضل يا معاذ. مهاب. مهاب؟ أيوة. تفضل يا مهاب، ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقوا يا مهاب. يا مهاب. أيوة. أنا بقول مهاب، فالباء فيها قلقلة في الآخر، لكن الرحيم ما فيهاش قلقلة، وبرضو الرجيم ما فيهاش قلقلة. يعني تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقوا، يلا انطلق يا مهاب. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا، بلاش النقدي في الآخر، تكذبون. تكذبون. لا برضو لسه، بلاش قلقلة في الحرف المفهوش قلقلة في الآخر يا مهاب. يعني ما تقولش تكذبون، لا مفيش الناء في الآخر دي، تكذبون. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. 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 برضو لسه. انطلقوا كمل إلى كمل كمل كمل.
انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، نعم. لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنها جمالة كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون. من غير تنوين يا مهاب، هذا يوم، هذا يوم لا ينطقون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. مهاب جزاك الله خيرا، بس خلي بالك حاول تدرب النطق بتاعك على انه مفيش قلقلة غير في 5 أحرف بس، احرص على كده يا مهاب، جزاك الله خيرا، واسمع التلاوة بعد كده على قناة الناس، وان شاء الله بإذن الله المرة القادمة تكون افضل. معانا من اسوان مين؟ اسماء، يلا يا اسماء، تأخرنا عليك شوية زي بعض. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون. من غير تنوين يا أسماء، هذا يوم لا ينطقون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. بارك الله فيك يا أسماء. معنا الحاجة عايدة من القاهرة، تفضلي يا حاجة عايدة. بسم الله الرحمن الرحيم، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل، إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر، بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. جزاك الله خيرا يا حاج عايدة، وخلي بالك من النطق بس، جميل جدا انت قريتي حلو، بس خلي بالك، ويل يومئذ للمكذبين. معنا ملك من القاهرة، تفضل يا ملك. بالله من الشيطان الرجيم، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. جزاك الله خير يا ملك، قراءة طيبة وأحكام طيبة، بارك الله في أهل القرآن جميعا الذين تحدثوا معنا وقرأوا معنا اليوم، وبارك الله في اللي اتصلوا والخط قطع معهم برضو، بارك الله فيكم جميعا يا أهل القرآن. القرآن يا أحباب له أحكام تلاوة، ودرسناها قبل كده وهنفضل ندرس فيها لغاية يوم القيامة، لا هتتغير ولا هتتبدل، أحكام بمعنى إتقان التلاوة، والتي نزل بها القرآن الكريم، ورتل القرآن ترتيلا. لابد وأن نأخذ هذه الأحكام من مشايخنا ومن زملائنا ومن أبنائنا ومن أي إنسان عنده إتقان للتلاوة. ربنا قال كده، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وحق التلاوة مخارج الحروف، صفات الحروف، معرفة الوقوف، كل حرف قلنا وحنقول له مخرج وله صفة وله وقت، يعني له زمن ياخد حقه ومستحقه.
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يرحمنا بالقرآن، وأن يحفظنا وأن يحفظ بلادنا بالقرآن، وأن ينعم علينا وعليكم جميعا بحسن الختام. وحتى يتجدد اللقاء نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.